السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثالثة من مجموعة حلقات كتاب مقدمة في الترجمة أو مدخل إلى الترجمة. سوف نسلط الضوء في هذه الحلقة على الفصل الثالث في هذا الكتاب الشيق الذي يحمل عنوان Interrogative Sentence in English and Arabic، الجملة الاستفهامية في اللغة الإنجليزية والعربية. ينقسم الفصل هذا إلى قسمين. القسم الأول مخصص لأدوات الاستفهامية المستخدمة في اللغة الإنجليزية وكيفية ترجمتها إلى العربية، والقسم الثاني إلى الأدوات الاستفهامية المستخدمة في اللغة العربية وكيفية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. سوف نتحدث عن أهم الأدوات الاستفهامية المستخدمة في اللغة الإنجليزية، تسمى WH words. There are different types of WH words. Every single WH word has certain function in English, and we are going to highlight the uses of these WH words in English and how they are translated into Arabic by mentioning the following examples. وسوف نتكلم عن وظيفة كل أداة استفهام في اللغة الإنجليزية ونبين كيفية استخدامها من خلال أمثلة الآتية. Who took my gun؟ من أخذ بندقيتي؟ Who يستخدم للسؤال عن الفاعل. الفاعل العاقل. Who took my gun؟ Who دائما يأتي الأداة الاستفهامي في مقدمة الجملة الإنجليزية. Whom did you pay؟ لمن دفعت؟ Whom أداة استفهامية أخرى تستخدم للسؤال عن المفعول به، وقد يستخدم للسؤال عن الفاعل أيضا في بعض الأحيان. Whose gun is this؟ لمن هذا السلاح أو لمن هذه البندقية؟ gun هي كلمة عامة لإشارة إلى السلاح. Whose يستخدم هذا الأداة لأجل السؤال عن الملكية. Why did you do that؟ لماذا فعلت هذا؟ للسؤال عن السبب. Which of your sister is the oldest؟ من أكبر أخواتك سنا؟ What does he look like؟ ما شكله؟ Where do you live؟ أين تقيم؟ When do you get up؟ متى تستيقظ من النوم؟ How did you come؟ كيف أتيت؟ سوف نتكلم عن كل أداة وكل مثال ذكرناه في الشرح الآتي. WH word who is used for asking about the doer of the action. يستخدم WH word who للسؤال عن الفاعل أو الذي قام بالفعل باللغة الإنجليزية كما هو مبين في المثال رقم واحد. WH word whom is employed to refer to the object of the sentence. كما أسلفنا الذكر، WH word whom يستخدم للسؤال عن المفعول به، وأحيانا يستخدم للسؤال عن الفاعل، أحيانا قليلة جدا. WH word whose is resorted to when somebody asks for the ownership of something. يستخدم WH word whose للسؤال عن ملكية والتملك. WH word why is used to shed light on the reason or the cause of the event. يشير WH why للسؤال عن السبب أو عن الحدث معين. WH word which is employed in the interrogative sentence to refer to the something or someone out of a group. يستخدم WH word which للسؤال عن ماذا؟ للسؤال عن شخص من مجموعة أو لتمييز ما بين شخصين. Which one of them مثلا، أي واحد منهم. One of them is the tallest. Which one of them، أحمد أو علي. أي واحد منهم الطويل، أحمد أم علي. وبهذا يمكن استخدام which حتى أحيانا للتمييز ما بين شخصين إن كان عاقلين أو غير عاقلين يستخدم which. WH word what is used to ask for information. What يستخدم السؤال عن معلومة تتعلق بشيء ما. WH word where is employed to ask about place. إذن WH where يستخدم للسؤال عن مكان. WH word when يستخدم للسؤال عن الزمان. إذن آخرا وليس أخيرا WH word how is used to ask about the manner of the action. يستخدم للسؤال عن كيفية وقوع الحدث في الجملة الاستفهامية كما شرحنا الأمثلة مسبقا. توجد بعض الأدوات الاستفهامية التي تأتي على شكل أفعال: will, shall, would, should, can, could، والأفعال المساعدة أيضا: do, does, did.
In English, there are set auxiliary verbs and modality can be used to ask questions. They are explained in the examples below. كما مبينة في تلك الأمثلة التي سوف نقرأها على أسماعكم. Does the performance improve? هل الأداء تحسن؟ هل Does the performance improve? هل تحسن الأداء؟ Will the performance improve? هل سيتحسن الأداء؟ تلاحظون الفرق ما بين الترجمات الجمل الاستفهامية في العربية. Does the performance improve? Does the performance improve? Will the performance improve? جميعها استخدمت تحسن الاستثناء will التي أضيفت لفعل تحسن السين سيتحسن. Can the performance improve? من الممكن الأداء أن يتحسن؟ المصدر المؤول من إن والفعل المضارع يتحسن استخدم هنا بالإضافة إلى الأداة للسؤال. لماذا؟ لأن هذا هناك تشكيك في إمكانية ذلك. إذا كان هناك شخص ما يطرح سؤالا Can the performance improve؟ هناك تشكك في الأمر، لذلك وقع بهذه الطريقة. If there is some sort of doubt or suspicion, the man in question or the woman in question can employ the following words. Can the performance improve? Or the same, let's say, word order. Can the performance improve? There is some sort of doubt. If he asks in this following way, this means there is some sort of suspicion in this regard. Could the performance improve? أم من الممكن أن يتحسن أداء قدر من التشكك؟ هناك قدر من التشكك في ذلك. Should the performance improve؟ أكان في الإمكان أن يتحسن الأداء؟ لم يتحسن. إذن عندما يستخدم should the performance improve، أكان من الممكن أن يتحسن الأداء؟ إذن شيء وقع في الماضي. لو كان واحد بإمكانه مثل ما يقولون بالعامية، لو كان مشتغل شوية زايد كان بإمكانه يتحسن؟ كان واحد يسأل نفسه مثلا. الحمد لله. Is the performance improving? هل الأداء في طريق التحسن؟ لماذا هنا في طريق التحسن؟ لماذا أضيفت في طريق التحسن هنا؟ لأن الفعل فيه استمرارية واستخدم الفعل مساعد is في اللغة الإنجليزية في مقدمة الجملة وأصبح هل عوضا عن في الجملة العربية. Was the performance improving? هل كان الأداء في طريق التحسن؟ إذن هذا هناك استمرارية في الماضي، الماضي المستمر. Has the performance improved? هل تحسن الأداء الآن؟ Has that improved? هناك شيء يسمى باللغة الإنجليزية مضارع تام present perfect. Has the performance improved when you arrived? هل كان قد تحسن الأداء عندما وصلت أو عند وصولك؟ He was angry, was not he? كان حانقا أو غاضبا على ما أعتقد، أليس كذلك؟ He was not angry, was he? لم يكن مخطاضا على ما أظن، أليس كذلك؟ إذا استخدمت الأسئلة الذيلية لطرح هذا السؤال. الملاحظات الهامة التي سوف نقرأها على أسماعكم من خلال الجملة التي قدمناها لكم. Auxiliary verbs such as do, does, did, am, is, are, was, were can be employed to ask questions. الأفعال المساعدة أمثال do, does, did, was, were, am, is, are تستخدم للسؤال أيضا في اللغة الإنجليزية. Possessive verbs like has, have and had can be used to raise questions as well. يمكن استخدام الأفعال الملكية أيضا وأفعال التملك has, have, had لطرح السؤال في الإنجليزية. Also tailored questions can be selected to ask questions. والأسئلة الذيلية ممكن استخدامها لطرح السؤال أيضا. Modality verbs أفعال will, will, shall, will, can, would, will, should, will, could يمكن استخدامها في اللغة الإنجليزية طرح الأسئلة أيضا بهذه الطريقة. عرفنا أن السؤال الاستفهامي يأتي في مقدمة الجملة الاستفهامية الإنجليزية غالبا، وعرفنا أيضا توجد الكثير من الأدوات الاستخدامية لكل أداة استفهامية وظيفتها الخاصة لطرح السؤال where، السؤال عن المكان، وين، السؤال عن الزمان في اللغة الإنجليزية وكيفية ترجمتها إلى اللغة العربية، متى، أين، who، من، لمن، whose، why، لماذا، what، للسؤال عن المعلومات وكيفية حدوث الأمر يستخدم how بمعنى كيف. هذه الأمور كلها قد تم شرحها وتسليط الضوء عليها في الأمثلة التي ذكرت لكم مع الشرح. نصل الآن إلى interrogative sentence in Arabic، الجملة الاستفهامية العربية، كيفية ترجمة الجملة الاستفهامية في العربية. في بداية الأمر علينا نعرف شيء أساسي جدا. There are two important
interrogative tools in Arabic they are هل and أ. علينا أن نعرف في بداية الأمر في بعد الأمر يوجد أداة استفهامية تسمى هل وأداة استفهامية أخرى تسمى أ في اللغة العربية. هل نسيت شيئا؟ Did you forget something؟ هل نسيت شيئا؟ إذا هل والفعل الذي أتى بعد نسيت الفاعل أنت ضمير مستتر تقديره وأنت شيئا هي التكملة. الترجمة تكون Did you forget something؟ Did استخدمت مقابل هل في العربية. أنا نسيت شيئا؟ Did you forget something؟ وبهذا نعرف جيدا إن did you forget something هي الترجمة عينها لأداة الاستفهام هل وأداة الاستفهام أه في اللغة العربية. لا توجد اختلاف. أحزينة هي is she sad؟ Is she sad؟ إذا استخدمت is she sad. Is استخدمت أيضا فعل مساعد في اللغة الإنجليزية. هل يبدو سعيدا؟ Does he look happy؟ هل يبدو سعيدا؟ أكثيرون لقوا مصرعهم في الحادث؟ Were many killed in this accident؟ هل هناك من لقي حتفه؟ Did anyone get killed in this accident؟ ألم تقرأ الكتاب؟ Haven't you read the book؟ ألم تقرأ الكتاب؟ بلى إذا كان الكتاب قد قرأ. Have you read the book؟ Yes I have. ألم تقرأ الكتاب؟ نعم إذا لم يكن الكتاب قد قرأ. Have you read the book؟ No I haven't. أقرأت الكتاب؟ نعم إذا كان الكتاب قد قرأ. Have you read the book؟ Yes I have. أقرأت الكتاب؟ لا إذا لم يكن الكتاب قد قرأ. Have you read the book؟ No I have not. أم محمدا رأيت أم عليا؟ Was it Ali or Muhammad that you saw؟ طبعا ذكرنا الأمثلة واحد تلو أخرى. طبعا أكثر من 12 مثال مخصص للترجمة المتعلقة بالجمل الاستفهامية من العربية الإنجليزية. نأتي إليكم لشرح جميع الأمثلة من خلال important remarks الملاحظات الهامة. هل وأ هي أداتين استفهاميتين تستخدمان في اللغة العربية للسؤال عن أي شيء. If the sentence is in the present simple or past simple and its main verb is auxiliary verb, the auxiliary verb should act like WH question. إذا كان زمن الجملة زمن المضارع أو الماضي البسيط فالفعل الرئيسي فيها فعل مساعد فيعمل الفعل المساعد عمل سؤال أو أداة الاستفهام كما هو مبين في المثال رقم 3. نعيده على أسماعكم. أحزينة هي إذا الفعل المساعد هنا إز احتلت محل الأداة الاستفهامية في طرح السؤال. حزينة هي أحزينة هي أصبحت سؤال استفهامي. إذا الإز يحتل محل WH word الأداة الاستفهامية المقابلة في الإنجليزية عندما يكون زمن الجملة مضارع أو ماضي حسب المطلوب وكان فعل مساعد والفعل الرئيسي. If the verb to be is not the main verb إذا كان الفعل الكلمة ليس فعلا رئيسا في الجملة. The present tense and past tense require an auxiliary verb فيتطلب زمن الجملة المضارع أو الماضي فعل مساعد كما هو مبين في المثال رقم 4. هل يبدو سعيدا؟ Does he look happy؟ إذا احنا أضفنا does لأن الفعل الرئيسي في هذه الجملة يبدو فليس يوجد ولا يوجد فعل مساعد فلذلك does he look happy إضافة does من أجل طرح السؤال. If the sentence is passive voice إذا كان الجملة في المبني للمجهول the auxiliary verb of the sentence also employed as WH word فيكون الفعل المساعد محل السؤال أو الأداة الاستفهامية. Besides the auxiliary verb is usually verb to be فالفعل المساعد دائما يكون فعل كيونة with the exception of the verb get باستثناء الفعل get if it is found in the sentence لو وجدت في الجملة المعنية get is used instead of the verb تستخدم الفعل get بدلا أو عوضا عن الفعل المساعد كما هو مبين في المثال 6 الذي قرأنا. هل هناك من لقي حتفه؟ Did anyone get killed؟ إذا الفعل المساعد get هو وضع بعده فعل آخر. الفعل هذا ماذا؟
killed. بمعنى آخر عفوا الفعل get إذا وجدت في الجملة get تستخدم عوضا عن الفعل الكينونة. A is used with the negative sentence. A تستخدم مع الجملة المنفية to ask a question concerning the nature of negation من أجل طرح سؤال حول طبيعة النفي. If the interrogative sentence is affirmative إذا كانت الجملة الاستفهامية مثبتة and its answer is yes وكانت الإجابة بنعم it means that the result is affirmative تعني أن الإجابة ستكون مثبتة. This is not the case if the answer is no وسوف يكون أمر مختلفا إذا كانت الإجابة بلا because the result will be negative لأن النتيجة سوف تكون سلبية. And if the interrogative sentence and if the interrogative sentence is negative وإذا كانت الجملة الاستفهامية منفية and its answer is no وكانت الإجابة بلا it means the result is affirmative تعني النتيجة أو الإجابة مثبتة. إذا منفي زائد منفي يساوي مثبت هذا هو الطبيعة المعادلة المعروفة. And if the sentence or if the answer of the negative interrogative sentence is yes وإذا كانت إجابة الجملة المنفية الاستفهامية بنعم the result is negative ستكون النتيجة سلبية كما هو مبين في الجمل. A is also employed to select one out of two. A تستخدم أيضا للتمييز ما بين شخصين أو اختيار ما بين شخصين كما هو مبين في المثال الأخير. A محمد رأيت أم علي؟ Was it محمد or Ali that you saw? وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الفصل الثالث الجملة المنفية في الإنجليزية الجملة الاستفهامية عفوا في اللغة الإنجليزية والعربية وكيفية ترجمتها مع جميع الأدوات حتى كيفية ترجمة الجملة الاستفهامية المنفية أيضا. شكرا جزيلا ونلتقي وإياكم في الفصل الرابع إن شاء الله.